لعيب شاب كنت شايفه صغير ما كملش. انا عندي العكس يعني، اتنين يعني او ثلاثة شفتهم هو في صغيرين بحكم زي ما قلت لك شغلي في النادي الاهلي في قطاع الناشئين، في رمضان صبحي، في نيدفيد، في ناصر ماهر، في تريزيجيه، في رامي ربيعه. كل الناس دي شفتها هم صغيرين او شفت الناس دي هم صغيرين، اللعيبه دي هم صغيرين، وكنت متنبئ محمد هاني، لان انا بعتبر ان هاني من الناس اللي انا بعتز بيها جدا، لان فيهم مجموعه انا اشتغلت معاهم ومرنتهم في سنه، وكنت شايف ان اللعيبه دي موجوده في النادي الاهلي. في منهم الحمد لله اللي موجود النهارده في النادي الاهلي، وفي منهم اللي موجود في منتخب مصر، وفي منهم اللي وصل لاعلى من كده، لكن كانت خامات انت شايفها من البراعم لفتره الناشئين للدرجه الاولى ان هو يكملها، لكن ما شفتش النموذج اللي هو كان حاجه كبيره في الناشئين وما كملش، لان دي ممكن ترجع لظروف سواء هو مشترك فيها او غصب عنه. يعني دايما المواهب انت على اللي انا شفته في النادي الاهلي بتهتم بيها، لكن لعيب كان حاجه كبيره ممكن يكون في سن صغير، هو عندي نموذج بس مش عايز اقول الاسم، لكن دي هتودينا لحته التسنين او الكلام ده كله. كان فارق عن زمايله في فتره من الفترات، ولما زمايله وصلوا لنفس المستوى او في نفس السن او خلاص الفروقات اللي ما بينهم راحوا بدا اللي هو يختفي. يمكن عندي نموذج او اتنين شفتهم وكنت متوقع انه ما يكملوش، وفعلا ما كملوش، لان هنا عامل السن استفاد بالسنتين الزياده اللي هو كان عاملهم في سنه، بعد كده الموضوع تلاشى تماما. برضو دي من الاسئله انا اللي سالتها، ان مين يكون شبيه لعماد او ياخد خط عماد. انا كنت شايف رامي ربيعه من الناشئين، ان هو لعب المكان هنا، لكن بيلعب ليبرو وكان بيلعب مساك، لكن لما تصعد في الدرجه الاولى مع مانويل جوزيه لعب في نفس المكان، لكن الاصابه بعدته فتره كبيره. يمكن برضو مع تغيير طريقه اللعب بدات الامور تتغير، لكن الحمد لله هو دلوقتي رجع وبقى سليم، واتمنى ان شاء الله انه يمشي على نفس الخطى يكون افضل واحسن ان شاء الله. في الوقت الحالي السنه دي او السنه اللي فاتت كان بيراميد فرقه جمعت في وقت سريع جدا، لكن افضل لعيبه كانوا موجودين في مصر، افضل لعيبه محترفين. كان فريق السنه اللي فاتت كان فريق من الفرق صعبه جدا، على الرغم ان انا لعبت قدامهم مباراه واحده وادينا مباراه الحمد لله كبيره جدا، وخسرنا يمكن بهفو او خطا بسيط 1-0، كنا قريبين جدا للتعادل. بقى الفرقه خد بالك انا بحب ان انا دايما احط الفرقه كلها ان هي دايما هي الاقوى وهي الافضل وهي الاحسن، عشان الواحد يكون استعداده، يكون مفيش حاجه في الكوره اسمها ان فريق ضعيف، او كل الماتشات صعبه وكل الفرق قويه. بالنسبه للمدربين يعني في ناس مش هقول ان انت خلاص بدا مع التعود تبقى انت تقدر تقرا افكاره من بدري، وفي ناس لا. يعني انا بشوف ان ايهاب جلال من اكتر الناس اللي يغير دايما، هو بيلعب على الراجل اللي قدامه. ففي الماتشات اللي انا بروح ممكن شويه بالتفكير ده، ان انا مش عايز النهارده اكون بالنسبه له مفهوم او هو شاف حاجه ثابته، هو بيشوف دايما المدربين الثوابت اللي انت عاملها او ايه الشكل اللي انت عامله، يبدا هو يشتغل عليك. فانا بحاول ان انا استفيد انا كمان في شغلي، ان زي ما قلت لك بفكر في نفسي انا اكتر، او في فريقي انا اكتر، وايه اللي ممكن اعمله مع 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 المدربين على حسب تفكيره. في حاجات بقى اثناء المباريات يعني انت لازم تكون جاهز لكل السيناريوهات، لكن في مدربين بعينها تبقى انت متوقع ان ممكن حاجه تبقى مختلفه، لا اما في بدايه اللعب او اثناء اللعب. وفي مدربين لا، المباراه من اول ثانيه لاخر ثانيه هي المباراه زي ما هي، لكن بيفرق معاك الكفاءات اللي في الملعب، لكن تغيير مكان تغيير نفس طريقه اللعب، لكن في نفس الوقت الامكانيات اللي موجوده وامكانيات اللعيبه انت لازم تكون بتفكر فيها بشكل كبير جدا.